الله جل في علاه ما أمرنا والله أن نفرح بشيء في الدنيا أبدا، بل الله عز وجل يذكر الفرح فيذمه. إلا موقف واحد ذكر الله سبحانه وتعالى لمن؟ للشهداء اللي ماتوا قال فرحين. لكن أن يأمر الله أحد أن يفرح يقول له أفرح ما فيه إلا في آية واحدة أو موقف واحد، اللي هو أن يفتح الله قلبك وأن تقرأ ثم تصل الآية هذه لقلبك ثم تفهمها ثم تتغلغل في قلبك، يقول أنت الآن افرح. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أقسم بالله الموقف الذي أنت فيه يستحق الفرح أحسن من اللي جمعوه في حياتهم كلها.